طيب يعني انت لا فكرتش لا في الاداره ولا في التدريب؟ لا لا خالص، انما اتجهت اتجاه تاني، شغل الديكور بقى وشغل اللي انا كنت بفهم فيه والمقاولات والتشطيبات، ومنه بقى دخلت في مجال تاني خالص، دخلت يعني بقى في التجاره والحاجات دي. هل انت حاسس يا شريف بعد مشوارك الطويل ده انك خدت حقك تالت متلت من كره القدم؟ من الدنيا خدت حقي تالت ومتلت من الدنيا، يعني انت من الحمد لله ان انا عايش وقاعد قدامك دلوقتي راضي يعني؟ راضي رضا ملوش حدود. طيب احنا مشوار الكوره كده اتكلمنا من نشأتك وبعد كده الناشئين والدرجه الاولى ومنتخب مصر والهيصه دي كلها اللي انت كنت فيها والاصابه، سواء اصابه اولى او اصابه تانية، انت مره واحده اتجهت كده بقى شريف عبد المنعم الفنان، ايه اللي خلاك مره واحده كده فكرت في الفن؟ هل شفت الكابتن صالح، الكابتن عادل هيكل، هل اتأثرت بيهم لما شفتهم؟ كابتن عصام بهيج، ما كنت دول مثلوا ما خدش بالي انا غير كنت من كابتن صالح الفيلم بتاع الشموع السوداء، واكرامي مع عادل امام، واكرامي كان كمان دمه خفيف جدا، ده اكرامي ده كمان كان دمه خفيف، فنان عظيم، وكابتن عادل هيكل المفروض علينا في اشاعه حب ده كده 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 كده. ف ده الثلاثه اللي كانوا انا لم اسعى للفن. جت بالصدفه ولا جت ازاي ولا ايه ترتيبها؟ بعد ما انا عملت الفيلم الاولاني اللي بعد الاصابه، ما كنت يعني بتلعب لسه؟ كنت ده في السنه اللي انا قعدتها دي. جه حد وقال لي ادي اهو كنت بتحب تطلع ضابط بوليس ده الفيلم بوليسة. ده اتعمل ساعه الحرب بتاعه العراق والكويت. فجالي دي مخرج فنانه كبيره طبعا ليلى علوي، المشهد ده ترجموه، عملوا له دوبلاج، قعدوا يقولوا له قتلتيها ليه؟ قتلتيها بقى اشهر جمله موجوده انت في فاكر اسم الفيلم، الفيلم ده؟ اسمه قبضه الهلالي. قبضه الهلالي. طيب ده جه سنة 90 بعد حرب الخليج. قالوا يلا نعمل فيلم، ما كانش فيها أفلام بتتعمل ساعتها فعملنا الفيلم ده. فالفيلم قبضة الهلالي ده الفيلم عمل شغل، انت فاكر في الآخر فيلم أنا بطلع ألعب كاراتيه ومش عارف كده، أول مرة ظابط يلعب كاراتيه فعمل. كنت هتضرب مين؟ كنت عاوز تضرب مين؟ أنا كنت بضرب حمدي الوزير. حمدي يستاهل. كان لازم يتضرب. شخصية جميلة حمدي حبيبي الوزير حبيبي ومقنع. حبيب. بعد كده جه نبيل صاروفين كاتب ومخرج وصحفي وقال لي انا عندي فيلم عايز اعمله، تبقى انت وحسين فهمي ضد شهيره ومحمود ياسين الله يرحمه يعني. فقلت له ايه؟ قال لي اسمه عوده الهارب، وقريت القصه عجبتني جدا. فنان بقى بتقعد بالليل في الخيال كده وبتاع وبتقرا السيناريست وبتاع ولا مش كده؟ بقول لك ايه، دول علموني من حكايه السيناريست دي لما قعدت مع نبيل وهو بيكتب السيناريو وبتاع. السكريبت بتاعك بتقراه وعاوز تشوف بقى بقيت ايه؟ بكتب سيناريوهات انا كمان. ما انا عارف، انا جاي لك، انا جاي لك اهو. فعملنا الفيلم ده برضو مش بطال. الى ان جت الخبطه الثقيله بقى، فيلم اسمه الغجر. الغجر؟ جه محمد عايش صديق ليا، كنا بنشتغل مع بعض كده في الحديد، وقال لي انا عايز اعمل فيلم لابني. انتجت انت الفيلم ده؟ هو انتج الفيلم، هو انتج الفيلم ده. قال انا عايز اعمل فيلم لابني. وخسرته بقى؟ ما خسرناش حاجه، ده فيلم كان اول مره جابه، كانت ناديه الجندي هي اللي هتعمله بس عملته فيفي عبده. وكانت اول مره الايرادات تعدي المليون جنيه في السينمات وحاجات كده، وطلعنا كسبانين من الفيلم يعني، مش خسرانين يعني. بعد كده بقى انتجت؟ بعد كده بقى وانت بتشتغل والفيلم يتعرض، الشغل عجبتك؟ لا بيتعرض عليك انت شغل، ايوه بقى برضو عندك شركه انتاج كمان بتاعت عايش وطاهر الطاهر ما انا بقول لك الشغلانه عجبتك، انت بتشتغل بقى درش، فلوس داخله وفلوس كنت خارجه. كنت بطلت؟ كنت بطلت انا بقى خلاص، بقى لي 5 سنين ولا انت ما مثلتش وانت بتلعب؟ مثلت فيلم سنه 83 اسمه الثعبان، انا وليلى علوي وعزت علي. فنان كبير قوي انت، انت قاعد قدام قيمه وقامه كبيره. طيب ما لقيتش نفسك في الفن بعد كده؟ لقيت وكل حاجه يعني. هم كانوا كل ما حد يجي يشوفني يقول لي يعني، كل ما بنتفرج على عزة ابو عوف الله يرحمه يعني بنقول شريف عبد المنعم، ادوار شريف عبد المنعم، شريف عبد المنعم. قلت لهم ده الدكتور عزة، انا ليا اتجاهات تانية خالص في الحكايه يعني. بس هم كانوا شايفين احنا لحد دلوقتي نقدر نعمل ادوار معينه يعني. لو جالك عرض دلوقتي هتوافق عليه؟ حاليا لازم يبقى ماديا كويس قوي. ماديا كويس قوي؟ لانه مش هيجي لي بطل فيلم مثلا يعني. طب انت هتختار الافراد ولا انت بتختار القصه نفسها؟
أنا بختار أنا فين من الموضوع نفسه. يعني أنا فين من الناس حتى اللي هشتغل معاها. هل لسه ليك علاقات بالوسط الفني وهل بتتواصل معهم ولا خلاص بعدت عن الوسط؟ بنصبح على بعض كل يوم. كل يوم. إيه القصة اللي أنت كنت عاوز تمثلها وما زالت في ذهنك لحد هذه اللحظة؟ هو كان في فيلم أنا كاتبه اسمه محترف. كان عندي فيجن كده ورؤية إن في ثورة هتحصل في مصر يعني. تنبأت يعني. تنبأت بحاجات سياسية كده. الدنيا هتتغير. الدنيا هتتغير يعني. فلما عملت الفيلم ده. عملته فعلا؟ كتبته. وكنا داخلين نعمله بجد يعني. لغاية ما قامت فعلا الثورة. طب ما عملتوش ليه بعد الثورة؟ ما عرفناش نعمل حاجة من ساعة الثورة. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي انا ما الدنيا اختلفت تماما. طيب